أنا لما تخرجت من الثانوية كان معدلي إذا ماني غلطانة 85 أو حاجة زي كذا. المهم سافرنا كالعادة بالصيف، وما شاء الله بدأ التسجيل، وإحنا متوقعين إنه حيفتحوا باب الجامعات والتسجيل والقبول لسيادتنا عند حضورنا. لما وصلنا رجعنا كنا أنا وأختي فريدة قدمنا مع بعض. لما قدمنا امتلأت الكراسي وذهبت الطيور بالأرزاق، فأدخلوا تمريض. أنا ما انهزم بسهولة ولا ممكن، لا حجلس وحشوف وأعمل على أني أنا أنتقل لكلية الطب، وخاصة أنه أغلب زميلاتي اللي كانوا معايا من الثانوية داخلين لكلية الطب ولا طب أسنان. خلصنا العلوم الطبية. كان في وقتها واحدة اسمها بارا أمريكية، هي ماسكة كانت كلية العلوم الطبية التطبيقية وقسم التمريض جزء في هذه الكلية، وبابرا كانت هي رئيسة القسم. فبابرا لما شافتنا قالت أنتوا تدخلوا كلية التمريض، قالت لا تهزي راسك اسمعي. قلت لها أدخل إيش هو التمريض؟ أنا أصلا ما نعرف إيش هو التمريض عشان أدخل التمريض. قالت إنه إذا أنت دخلتي كلية التمريض، والله تصدق سألتنا كم سؤال كذا، إنه أنت إيش تحبي، إيش تكرهي، إيش كذا، إيش كذا، إيش كذا. بعدين قالت لي أنت تعرفي لو دخلتي كلية التمريض ممكن إيش تكوني؟ قلت لها إيش؟ قالت من الأوائل، من الأوائل في علم التمريض، في مهنة التمريض. أنت ممكن تكوني النبراس، اللي أنت تكوني القدوة، أنت تكوني كذا. هذه كانت تقرأ أفكاري وأنا صغيرة، أن أنا أدور نفسي أن أنا أكون النبراس والقدوة والتميز وكذا. هنا بدت الفكرة تدخل في الدماغ، ومتى بدأت فعلا أشعر أنه أنا التمريض هذه ممكن يكون هو مهنتي للمستقبل، لما بديت أروح للمستشفى. كان التدريب كله في المستشفى العسكري. هنا بديت أعرف من العملي أنه أنا كممرضة إيش شغلتي، إيش ممكن أسوي. بنفس الوقت كانوا بدأوا الناس، لما مثلا كنا نحط اسمنا هنا، أحط بثينة زكريا مرشد أوكي، وأحط طالبة تحتها، فكانوا ناس أنت أبوك علان الفلاني، أيوة وش دخلك التمريض، وشكلك ذكية، وشكلك بنت أوادم، ليه متصور أنت أنه اللي يدخل التمريض لازم تكون غبية، ولا تكون جاية من عيلة سكن من عيلة أي كلام. لا، قلت له بالعكس، أنت تتكلم الصحابيات كانوا عيلات أي كلام، صحابيات هذولا، وكانوا يعملوا في مهنة التمريض.